الهدف اصلا من الزياره هو اعلان تضامننا مع الشعب السوري في الذي يواجه عدوان عليه من جماعات مرتزقه ومن خونه ومن يعني اداره هذا الامر ضده من خلال الولايات المتحده. يعني الموضوع كله ضمن مخطط، يعني ما يتم في سوريا هو جزء من مخطط يراد للمنطقه العربيه بالكامل. يعني هذا المخطط اعلنته الولايات المتحده الامريكيه، وتمارس بعض عملاء الولايات المتحده في المنطقه بتمويل هذا العدوان على الشعب السوري وعلى المصالح والمؤسسات السورية. بالتالي جت الزيارة من أجل أن نعلن موقفنا أننا مع سوريا شعبا وجيشا وقيادة أيضا، لأنها تدافع عن الحق العربي وتدافع عن الاستقرار في المنطقة وتدافع عن إرادة الشعب العربي. هذه هي الخطوط العريضة للموضوع. الحقيقة أن الشعب السوري والجيش السوري يدافع عن الوطن ويدافع عن جماهير الشعب ويدافع عن مؤسسات ومصالح الشعب السوري، وفوق ذلك كله ويدافع عن تحرير إرادته واستقلال إرادته واستقلال قراره، ولا يريد أن تكون سوريا كما حدث في العراق أو كما حدث في ليبيا أو كما يحدث الآن في مصر، لأنه الطرف الرئيسي فيما يحدث في سوريا هي جماعة الإخوان وما يسمى بالجهاديين وغيره. يعني يقول أنا رايح أجاهد في سبيل الله، هل الجهاد في سبيل الله هو تدمير الأرض وتدمير وتخريب البلاد وتدمير الشعب؟ الفرق هنا شديد جدا بين ما تقوله جماعة الإخوان وما تفعله جماعة الإخوان ومن حولها ومن معها. جماعة الإخوان شريك للولايات المتحدة الأمريكية في المخطط الموجود، وهذا أصبح معروف لدينا في مصر، يعني مش ليس لا أقوله جديدا. وبالتالي كل ما تسمعه أو الغالبية العظمى مما تسمعه وتراها على شاشات كثير من أجهزة الإعلام الغربية وأجهزة الإعلام في الجزيرة والعربية وغيرها هي جزء من المخطط، هي جزء من الحرب على ضد الشعب السوري وضد المستقبل الشعب السوري. الشعب السوري حتى الآن يحافظ على تماسكه، الشعب السوري وسيظل كذلك إن شاء الله حتى ينتصر، والشعب السوري والجيش العربي في سوريا يحسم الأمور على الأرض الآن. وجهت لأحمد نجاد للأسف الشديد إهانات شديدة جدا، وأنا أظن أن جماعة الإخوان كانت مرتبة لذلك في وسط ما يسمى بالجماعات السلفية الموالية أو المتحالفة مع جماعة الإخوان. فإيران يعني لا أرى، يعني لا أفهم كيف تكون إيران هي الداعم الحقيقي للقضية الفلسطينية وتعتبرها قضيتها أو إحدى قضاياها الهامة والقضايا الأساسية، كما نعتقد نحن أن القضية الفلسطينية وعودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه وتحرير الأرض الفلسطينية هي قضية الأمة العربية المركزية، والآخرين يقفون ضد إيران. إيران تقيم، يعني مصر تفتح أو سفارة للكيان الصهيوني على أرضها ولا تريد أن تقيم علاقات طبيعية مع إيران بحجة كثيرة جدا، قصص التشيع وقصص الفتن المذهبية والفتن الطائفية التي يمكن أن تلعب فيها دورا جماعة الإخوان والجماعات الموالية لها. أنا شخصيا أزور سوريا بمعدل مرتين ثلاثة في السنة من 30 سنة فاتت. ما فيش حاجة اسمها الربيع العربي، ده أكذوبة يعني طلعتها إشاعة كده من الولايات المتحدة الأمريكية والكل يعني مشي حولها. مفيش حاجة اسمها الربيع العربي. هل الربيع ليس الربيع هو في الإشراق وفي الزهور وفي الخضرة وفي البهجة؟ إنما الذي تم في الوطن العربي، الذي تم في كل بلاد العربية، أزمة حقيقية للشعوب أو للشعب العربي في كل قطر من أقطاره. نحن نعيش أزمة حقيقية هنا في مصر، أزمة حقيقية. أحد أصدقائي بلغني أنهم أهدروا دمي، يعني فهذه مسألة لا تخيفنا لا من قريب ولا من بعيد، و
يا أهلا بالمعارك إذا شاءوا، نحن لدينا الكثير ولا يمكن أن نخضع لكل هذا الابتزاز السياسي أو الابتزاز الديني أو المذهبي.